أهلا بكم من جديد صباح العيد عبر صباحات السودانية من قناة سودانية 24. يمكن في الأيام الفائتة رويدة يوم الأربع صباح الأربع يوم 24 كان سقوط نيزك على السودان، والناس كانت بتتواتر الخبر ده من خلال السوشيال ميديا، والأخبار والصور بدأت تنتشر بأنه يا أخي والله في نيزك أو في جسم غريب مضيء في كوستي، يمكن العباسية صحيح أرهب الناس وخلى الناس كده شوية دار تعرف ده الحاصل شنو. نحن معنا ضيوف في الاستديو، حنعيد عليهم وبرضو نعيد على كل المتابعين ونتعرف أكثر على موضوع النيزك السقط، لأنه إحنا من رمضان في العيد عايزين بتفاصيل صحيح. كمان نفرح الناس بأنه كل الأمور كانت تمام وما فيه مشكلات. نسعد جدا بالأستاذ خالد مبروك النو، أستاذ قسم الفيزياء بقسم الفيزياء جامعة الخرطوم. مرحبا بك أستاذ خالد. عيدك سعيد. مرحبا بك، كل سنة وأنت طيبين. أنت طيب. شكرا. حقق الامان ان شاء الله بالباحث حذيفه احمد بريمه من مركز ابحاث الفضاء والطيران اثراء. مرحبا بك، صباح النور وعيد سعيد. صباح النور. مرحبا بك، اطول الله يعنكم. مرحبا بك. الله يبارك فيك. وقع يوم الاربعاء الساعه 12 سقط يوم الاربعاء صباح الساعه 12 المختصر انه الناس شاهدت اضاءه غريبه لدرجه كبيره، ضوت مناطق كبيرة جدا من السودان، من جنوب السودان منطقة الجبلين. الناس شافت الإضاءة إلى الكلاك اللي عندنا هنا في الخرطوم، في ناس شافت الإضاءة إضافة لمناطق من الجزيرة زي مدني و24 القرشي الدويم، فكان مناطق يعني غطى مناطق كبيرة جدا في المنطقة دي. الضوء كان فترة بسيطة زي 3 ثواني، لكن كانت حاجة ملفتة للنظر وسببت ذعر للمواطنين في المنطقة دي. صاحبوا صوت قوي زي صوت انفجار أو قوي من انفجار على 3 مراحل، فدي سببت خوف للناس في المنطقة دي. جانا إخطار في قسم الفيزياء عن الخرطوم ومحت أبحاث الطاقة محت أبحاث الفضاء والطيران، تحرك تيم طوالي في تاني يوم، وصل منطقة الجبلين في تمام الساعة 6 مساء وبدينا البحث طوالي، يعني حتى الناس فترت في الشارع في الوقت ده. سألنا مجموعة كبيرة جدا من المواطنين، لفينا معظم القرى والمدن في المنطقة دي من جبلين لحد دي منطقة عسولة اللي هي شمال ربك. على مدى 3 يوم توصلنا له في اليوم الثالث يوم السبت حوالي الساعة 1:15 لقينا اول عينه، العينه الموجوده قدامنا هنا ممكن نشوف العينه من الكاميرا. طبعا انت بتقولوا ان هي ممنوع لمسها بالايدي. ممنوع لمسها بالايدي لانه فيها مواد كيميائيه، وجسم الانسان فيه مواد كيميائيه من الاكل اللي بنتناوله عادي من المويه، فخايفين انه يحصل اختلاط وتغيير لنا في الخواص بتاعتها. هي ما مضره بالنسبة لنا، لكن نحن ممكن نكون مضرين لها. نعم. أستاذ حذيفة، يعني بالنسبة لحجم النيزك السقط كان كيف؟ فحجم النيزك السقط ما معروف، لأنه النيزك دخل الغلاف الجوي وحصل انفجار يعني وشتت في مناطق متعددة، فدي عينات بس. حاليا ممكن بعد الناس تعمل سيميوليشن حسب العينات دي وكميتها والمناطق السقطت فيها، ممكن تعمل تقدير تغريبي بناء على الحسابات للحجم بتاع النيزك، لكن لحد الآن ما بنقدر نقدر الحجم بتاعه كان كيف. سبب انجرافه للسودان كان شنو حسب تخصصكم؟ سبب الانجراف في السودان بدقة ما ممكن نقدر نعرف، لكن هي غالبا النيازك دي بتدخل هي عندها مدارات حول الشمس في المجموعة الشمسية، فحركتها غالبا بتتصادف مع الأرض فبحصل الاصطدام في المنطقة في المنطقة. الجزء من الأرض كان مواجه لاصطدام النيزك كان مقاصر للسودان، لكن السبب كده يوضح إنه انجرفت بالتحديد للسودان ليه ما معروف. فهي بتدخل في مناطق عشوائية. ولا في حتى سبب تقريبي كده ممكن يقربنا القصة؟ ما في سبب بقدر يتفسر، لكن هي عشوائية ممكن تقع في أي منطقة، بس هي المنطقة المصادفة كانت هي قصاد السودان. يعني اللي يطلع من المدار بتاعه بس المصادفة كانت السودان. فهي عندها مدارات طبيعية حول الشمس، بأي اضطراب في الجاذبية بسبب إنها تتجه نحو الأرض. بعد ذلك في الجاذبية الأرضية زي الاندفاع بتاعها الخاص بتدخل الغلاف الجوي. ببدأ الاحتراق أو التأين. طيب. طيب استاذ خالد، ده رجع معك لحته ثانيه اللي هي حته مكان سقوطه ذات نفسه اللي هو اللي بتكون حصلت والاضرار ممكن يسبب شنو. هو النوعيه دي من النيازك ما بتسبب اضرار كبيره لانه الكثافه بتاعتها ما قويه،
يعني نحن بنصنف النيازك لثلاث انواع رئيسيه، في الارومترايت اللي هي دي بيكون فيها نسبه كبيره جدا من الحديد والنيكل، حوالي 98% منها بيكون حديد او نيكل. في الاستوموترايت دي بتكون صخريه، وفي نوع خليط بيناتهم بيكون في يعني نصه حديدي ونصه صخري. النوع ده بنسميه الايرث جريزن فاير وول، ممكن نقول عليها كرات ناريه هائله. ده نفس النيازك او بنفس الطريقه كان سقط في 2008 نيازك في المحطه 6 في حلف القديمه، وده كان انتشاره على مناطق واسعه جدا. تنشطر ولا هو لحظه الاصطدام بالغلاف الجوي، نسبه الادارات الحراره الكبيره جدا في الغلاف الجوي، حصل انفجار ويتشتت جزء كبير منه على مناطق واسعه في نيازك المحطه 6. اسمه تسمى به عالميا نيازك المحطه 6، ومعروف ب تي سي 3 2008. ده كان في منطقه صحراويه تشتد على حوالي 30 كيلومتر. طلع برضو تيمينج اسم الفيزياء مباحثين من وكاله ناسا، جابوا مجموعه كبيره جدا من العينات واتعملت لها تحاليل على مستوى عالمي. يعني بنفس الطريقه هنا النيازك ده احنا هنسميه نيزك العباسيه، سقط بسرعه 12 كيلومتر في الثانيه الواحده. صادف سرعة عالية جدا، صادف انه الاصطدام حوالي الساعة 12 و5 دقائق، يعني تقريبا منتصف الليل، في منتصف الليل. في التوقيت ده من اليوم بتكون الشمس في الاتجاه الثاني للجسم، بيعني انه سقوطه كان رأسي بزاوية 90 درجة على سطح الأرض. أنا كان أسرع جدا. كان أسرع جدا. لحظة الاصطدام مع الغلاف الجوي سبب ضوء كبير جدا. عقبه صوت اللي هو صوت الانفجار. النيزك يتقسم لمجموعه بتاعت قطع، قد يكون فيها عينات كبيره جدا وفي جزء صغير، يعني بعد كده على حسب منطقه الظل، انه هو على حسب الكثافه العينات الصغيره بتنتشر لابعاد صغيره، العينات الكبيره بتمشي لمسافات ابعد منها. طيب جدا، لكن يعني عايزين نعرف معرفه سقوط النيزك، وهل احنا في السودان بنتمتع بمعرفه انه في نيزك حيسقط ولا لا، كمان عشان سلامه المواطنين؟ هي في نحن في السودان ما عندنا مؤسسات مهتمه بالموضوع ده غير قسم الفيزياء جامعه الخرطوم ومعهد ابحاث الفضاء، الجمعيه السودانيه لعلوم الفلك والفضاء اللي هي برئاسه الدكتور معاوي حبيب الشداد، استاذنا نديه التحيه من هنا. حي والله. هو المشرف كان حتى على الرحله دي وادانا الاختيار لانه حيكون في نيازك في التوقيت ده. ما في معرفه يعني تحديدا هي ما عندنا جسم متخصص. نعم. لكن اسم مركز الابحاث استاذ حذيفه، هل في درايه كافيه للمجتمع من قبلكم؟ ممكن السؤال، في درايه كافيه للمجتمع من قبلكم انتم مركز ابحاث كتصنيف يعني وتوعيه طبعا للمجتمع بموضوع النيازك وسقوطه وسلامه؟ في معهد ابحاث الفضاء والطيران في وحده قسم الفلك وفيزياء الفضاء، فمن سنتين المعهد افتتح تقريبا في 2015 بدايه رسميه، من 2015 لحد الان نحن بنحاول نثقف الناس يعني بالبرامج خارجيه للجمهور تثقف الناس عموما في مجال الفلك والفضاء. نعم. فحاصل يعني. نعم. عندنا برامج دي. نحن نتمنى السلامه ان شاء الله للجميع، وممكن حدث زي ده الناس بتتعامل معه اول باول عشان ما برضه يكون في خطور، لانه الاقتراب من مكان سقوطه ذات نفسه ممكن تكون مشكله لو كان بعيد او حتى لو سقط داخل المدينة. نحن نتمنى السلامة للناس في كل مكان، والدنيا عيد وعيدكم مبارك. شكرا جزيلا لكم، نورتونا كثير. كل سنة وانتم طيبين وربنا يحقق الأمان إن شاء الله. شكرا. احنا يعني عمار كمان أريدنا إنه الناس تعرف يعني عمق الحقيقة وتعرف الحقيقة في موضوع النيزك اللي سقط. شكرا لكم لأنكم وريتوا الناس، وكل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت فقراتنا من صباحات سودانية، صباحات العيد، ورحت الدعاش مع كدكي ومع أستاذ طه ومع مبارك كدكي ومع ضيوفنا الاثنين خالد وحذيفة اليوم من صباحات سودانية. تضعوا الدلة برضه. نعم. يمكن عديد من الفقرات وعديد من الموضوعات قدمت الصباح عبر سودان 24 من صباح العيد وصباحات السودانية. غدا لقاء جديد وموعد جديد في ذات المكان والزمان. إلى اللقاء. مع السلامة. جيناكم يا جهاد ومناع ودا السيد. لك التحية. لك التحية عمار ورويضة، لكم التحية الاثنين. فنحدث نحن ما فطرنا وقدامنا باقي الأبري،
وكل سنة وانتم طيبين وضيوفكم كل سنة هم طيبين. طبعا المعايدة هي شيء جميل وشكل من أشكال التراحم والتقارب. ضيفنا لليوم يعني الناس المستضيفين لنا عندهم في البيت في أم درمان هو المخرج والدرامي والمسرحي إمام حسن إمام، وزوجته أيضا الدرامية والمسرحية مكة. مرحب بكم. مرحب بك. مرحب بك. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعيد سعيد. وانت طيب الله يخليك، والشعب السوداني كله بخير، عيد ينعاد عليكم وعلى الشعب السوداني بالخير واليمن والبركات. بارك الله فيك. احنا قلنا نبدأ بالنساء أولا. كل سنة وانت طيب يا إمام. كل سنة وانت طيب وكل المشاهدين 24 كل سنة وانتم طيبين عبر بث الجميل والشباب في الاستوديو وبيكم انتم بالاستضافة الجميل، وانا حقيقة سعيد بزيارتكم وان شاء الله كل سنة وانتم تامين. وانت تامي ولامي بأسرتك الجميلة. رمضان والعيد. ايوه رمضان والعيد، ما رمضان ما فات. كيف بتقضي رمضان قبل ما نجي العيد؟ والله طبعا رمضان ده لانه جرسة رشة نوم يعني. انا لانه خواف في رمضان عرفتها، لكن معظم شغله بيكون في رمضان يعني بعدك بينزل. لا ما بجهزه. بجهزه من بدري لكن بنزله في رمضان عشان الناس يقولوا الزول ده اكت زول متحرك وكذا، لكن انا في رمضان جرسه جرسه جدا. جرسه. الحاجه دي عامله كيف معك؟ والله طبعا امام على العكس يعني، هو قاعد بيقول لك بترشرش وكذا، بالعكس يعني لانه ما صبور. صبور زول صبور جدا، ويعني قاعد يضغطنا جدا ان نحارب التلفزيون في رمضان. دائما قاعد يقول لنا رمضان ده شهر بتاع عباده وخليكم الناس اكسبوا الشهر ده، وزول صراحه يعني شخصيه مختلفه تماما في رمضان. يا سلام. ما بتتابع حتى الحاجات اللي انت بتنتجها في كثير من القنوات حتى في رمضان؟ بتابع كل القنوات السودانيه، بشوف الزملاء بيعمل في شنو، ونحن مستوانا ماشي كيف. زول بيكون في مغاره لكن في حد المعقول، بنحاول نستغل الشهر شهر عباده وكذا، ونعمل إنتاجاتنا من بدري عشان نتفرغ للشهر ده بشكل أفضل في العبادة. تقبل الله. العيد يعني العيد يعني العيد بالنسبة لك في يعني لو عندك معه ذكريات ممكن تقول لنا. والله يجدني والله عندي كثر الذكريات. أول حاجة بحيي الأستاذ كدكي. كدكي ده عندنا معه طرفة مرة في عيد جينا سجلنا له في استوديوهات هارموني، التحية من خلالكم لكل أصدقائي في هارموني. فكذلك كذا معروف إنه هو شباه يعني، الناس بيقول لك عينه حارة لكن هو ما عينه حارة، لكن هو شباه بيشبه الحاجات بشكل جميل يعني بصور. فجيت أضبط الإضاءة، عندنا حديدة كيف نضبط بها الإضاءة يعني. فأول ما رفعتها كذا قال لي يا سلام ده خلاص دارت أنزل لنا مانجي. أنا عندي عيد في ذاكرتي عيد جميل جدا عديته في مدريد في أسبانيا، ما تدخل عادي والمشاهدين ما دخلوا عادي. التحية من خلالكم لكل فرقة المسرح الوطني مسرح البقعة مع الأستاذ علي مهدي، أستاذ جمال عبد الرحمن، شكسبير، جلود. حقيقة نحن كنا في واحدة من المهرجانات وصادف في العشر الأواخر بتاعت رمضان. أستاذ إمام نحن والله زمننا معصورين فيه شديد، نحن أسفين جدا لكن والله سعدنا بك وبنقعد نفطر. والله زاد زدت بكم لكن أحسن بعد اللغات أمشي عشان شنو تحصلوا كم محطة تاني الفطور دخلوا يعني كده بنعمل وقت تاني. لكن كل سنة أنتم طيبين وكل الاستاف وكل المشاهدين. أسي أدونا زمن إضافي قالوا نمشي لكدكي ونجيك راجعين. إليكم إليكم الزملاء عمار ورويدة. شكرا لك يا جهاد، وتحايا لأستاذنا إمام، والعيد عندكم سعيد، والتحايا برضو لزوجتك الكريمة. وفاصل ونواصل أو نمشي لإمام. نمشي لإمام وزوجته في البيت مرة أخرى ونواصل معكم صباح السوداني. إمام ناس إمام فطورهم قدام. أنا ما سامع من الناس دي ما ضرب لي أساس. إحنا سامعيننا. جهاد. جهاد إزيك؟ مرحبا بكم من جديد عمار ورويدة. الحوار يتصل مع إمام حسن إمام وزوجته مكة النخلي. أستاذة مكة، ذكرياتك مع العيد وبتتذكري ذكريات غريبة مع العيد؟
والله أنا العيد كله عندي صراحة يعني مفتقداه، والعيد القديم يعني، لأنه إحنا العيد هنا في مدرمان عندنا بيتسم بالطابع الريف يعني. في العيد في الريف بيختلف من العيد في المدينة، وبيختلف من العيد في أي مكان. فالعيد في الريف عنده نكهة براو يعني، فأنا بجد مفتقدة يعني. فدخل الطابع المدني على الطابع الريفي، فراحت الملامح دي يعني ضاعت في تمشي تعايدوا برا مرة؟ يعني حتى لو برا في مدرمان زاده يعني، بس الانتقال من حتة لحتة في مدرمان زاده يعني، ما حصل عيدته برا الخرطوم ولا برا مدرمان. فالعيد كده يعني. نعم استاذ امام، يعني ارجع لك ثاني واسالك من حاجه متعلقه بالموضوع. قبل ما تسالوا انتوا قلتوا هنتفنس مع بعض كده خمسة دقائق وشنو عارف، بس الخمسة دقائق دي هتدخلنا في زمن فطور. انتوا عشان هتفطروا معانا اطبع الخروف يا ولد. عندك لا فطور احنا تعين خروف هي حاجه دي للمشاهدين عشان هو شغل مباشر كده خليها صغير قاعد تتشخر بينا يعني. ايوه التكشير كده. حدثنا عن قصه زواجك من مكه، يعني في كلام حول الموضوع ده. والله يا اخي انا ومكه دي يعني قصتنا شويه كده مختلفه في الزواج، لانه مكه ده اول حاجه معجبه بيك ممثل. انا زمان كنت ممثل وكنت خلينا نشوف الكلام ده صح ولا ما صح. هل الكلام ده صح؟ ايوه صح. القصه دي حكيتها كثير يعني بجد. احكي لنا انت لانه هو احتمال يزيد مويه. طيب انا امام ده كنت معجبه جدا يعني من خلال الشاشه، والكلام ده قلته كثير، وما حاجه انا بستحي منها، لانه يعني انا وصلت لمبتغاي، وصلت لهدفي. فمن هنا برسل رساله لاي انسان عنده هدف يزعى له يعني. انا امام ده كنت معجبه به من خلال الشاشه، ومن الشاشه كنت بس بفتكر يعني انه ده فارس احلامي، وانه ده الزول اللي انا حكمل معاه حياتي وكده. فبعدين حصلت حاجه غريبه جدا، انه انا يعني ساقتني الاقدار، مشيت المسرح نسبه لميولي للدراما ولحبي للدراما بعيدا عن حبي لامام او اعجابي بامام شويه. ف يعني تلاقت الاقدار في انها تسوقني لامام واول مسرح، ومن هناك بدت القصه يعني. رايك شنو امام؟ كلامك طلع صح والله. انا بعض مرات صادق ما اشوف كذا. حقيقه هو زواج كان شويه يعني زي ما قالت فيه طموح فيه واهداف وكذا. خلينا نتعرف على بنتك الاول. تعال تفضل. ساره امام. تقري وين يا ساره؟ مدرسه السوداء. كمل. فزي ما قالت مكه الكلام الكبار اللي تقولوا فيه ده، انه الطموح والهدف انه الزول لازم يصل وكذا. وحقيقه يعني حاجه سهله انك تصل طموحك، بس كيف يكون عندك عزيمه كذا. على الاقل ما بنفع في الكلام الجاد. بتنفع ولا في الكلام؟ انت قلت تحاكيني هاجي من البرنامج بتعمل فيه هنا. حدثنا عن التفسيرات في الرؤيا. بعدين بتعمل كده. انت ليه المذيعين كلهم بيعملوا كده؟ يعني ما يعني استماع مش؟ ايوه. انا زهرتك ده. فحدثنا عن التفسيرات في الرؤيا وكده. انا اول ما قال لي انت جاي معهم، انا طوال مشيت جبت عندي كتاب كبير كده. مشيت راجعته قلت احتمال تسالني سؤال صعب. عملت مذاكره سريعه. طيب والله احنا سعدنا بكم جدا، والجلسه معاكم لطيفه جدا. والله انا سعيد جدا بلقائك، ودي اول مره الاقيك. سعدت بك جدا والله. كل سنه وانت طيب. والله احنا سعيدين وسعيدين بحضوركم، ونحن من المعجبين جدا ب 24 ببرامجها المتنوعه في العيد. قدرتوا تلموا لنا السودان كله في شاشه، وحقيقه احنا سعيدين بكم. كل سنه وانتم طيبين، والمشاهد ان شاء الله ربنا يحقق امنياتكم. كل سنه وانت طيبه، وسعدنا بكم جدا، وشكرا جزيلا على حسن الاستضافه، وجبتوا لنا يعني عصير وحلاوه وراجين الفطور. تسلم. واحنا سعدنا بكم كمان. والعيد بقى عندنا عيدين يعني، عيدنا العيد اللي هو العيد الكبير، وعيد بزيارتكم لنا اس 24، زينتوا بيتنا المتواضع جدا يعني. شكرا جزيلا. مشاهدينا لحد هنا تنتهي معايدتنا لليوم، لحد بكره في أمان الله. إليكم رويدة وعمر. شكرا جهاد، شكرا إمام وأسرته الكريمة وزوجته مكة. فاصل ونواصل. صباحات سودانية في العيد.